بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة، واللي بالتأكيد خلال الساعات الجارية لا حديث سيعلو على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 17 في الدوري العام. وبالتأكيد نبدأ باسم الزمالك قبل الأهلي، إن هي مباراة الزمالك طبقا لجدول لجنة المسابقات باتحاد الكرة كرة القدم، فبالتأكيد هي مباراة مهمة جدا، مباراة ستقام على استاد برج العرب إن شاء الله مساء يوم السبت القادم. حلقة النهاردة منقسمة إلى جزئين، الجزء الأول هنتكلم فيه عن كواليس وتفاصيل هذه المباراة من الناحية الفنية، وكيف استعد الأهلي لهذه المباراة في ظل توقف الدوري خلال الفترة الأخيرة نتيجة انشغال المنتخب بالأجندة الدولية مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية. ثم الفقرة الثانية مع الكابتن خالد العوضي واحتفالية خاصة مع نجمات وبطلات الكرة الطائرة للنادي الأهلي، واللي حققون النجمة العاشرة للكرة الطائرة في البطولة الإفريقية التي استضافها الأهلي خلال العشرة أيام الماضية على صالة الأمير عبدالله الفيصل، والفوز على فريق قرطاج التونسي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط. فبالتالي النهاردة عندنا تفاصيل كثيرة جدا سواء في الفقرة الأولى أو الفقرة الثانية. العد التنازلي لمباراة القمة خلاص باقي على هذه المباراة 72 ساعة، النهاردة الأربع المباراة يوم السبت، فبالتالي هندخل في تفاصيل هذه المباراة. وللحديث أكتر عن هذه المباراة بيشرفني وبينورني في الفقرة الأولى الكابتن ياسر ريان، أحد نجوم النادي الأهلي واللي كان ليه ذكريات عديدة وكان متألق ومن ضمن اللاعبين اللي كان ليهم اسم كبير جدا في مباريات القمة خلال الفترات السابقة. كابتن ياسر ريان منورنا وشرفنا في الفقرة الأولى من برنامج الأهلي الليلة. الله يخليك، مساء الخير يا أستاذ محمد، وسعيد طبعا ده بيتي، ونتمنى إن شاء الله نعمل إضافة النهاردة لجمهور النادي الأهلي بإذن الله. فيه أكيد إن شاء الله. النهارده هنتكلم مع الكابتن ياسر ريان عن ذكرياته في مباراة القمة، كيف يستعد الأهلي لهذه المباراة الحاسمة، فارق نقطتين ما بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري العام بعد تعادل الزمالك في المباراة الأخيرة، وبالتالي احتدام المنافسة بشكل قوي جدا في بطولة الدوري العام، والمنافسة بشكل قوي جدا بين الفريقين خلال الفترة القادمة، وهل هذه المباراة نتيجتها ستكون مؤثرة في مشوار الدوري وفي المباريات القادمة أم لا؟ كابتن ياسر، يعني اولا مباريات القمه، احساسك بهذه المباريات وشايف مباريات القمه ازاي كاهلي وزمالك بالنسبه للجمهور الكره المصريه؟ بص يا استاذ محمد، يعني انت عارف مباراه الاهلي والزمالك لها طعم خاص كده عند الجمهور سواء في مصر او خارج مصر في الدول العربيه. مباراه بيبقى لها عشاقها وكله منتظرها، مش بس جمهور الاهلي والزمالك، لا جمهور مصر كله بصفه عامه يعني. فالمباراه بيبقى لها طعم زي ما بنقول طعم خاص كده. مباراه الاهلي والزمالك تعرف بيبقى لها كذا جزء بنتكلم فيه. الاول جزء اللي هو جزء جمهور، والجزء ده معنوي للجمهور. المباراه دي بالنسبه لنا بتبقى مباراه لابد نكسبها، وما كسبناش ما نخسرهاش، عشان جمهورنا انت عارف عنده. مباراه الزمالك دي مباراه بطوله لوحدها. طيب احنا لو جينا لمباراه الاهلي والزمالك، مباراه بتبقى عموما في تاريخنا كده، ومن الاجيال اللي احنا اتفرجنا عليها كابتن خطيب، والجيل مش عايز يعني ما ننساش الجيل اللي هو خلى الناس تحب كره القدم، جيل السبعينات. فالجيل ده ربطنا ارتباط بماتشات الاهلي والزمالك، وخاصه يعني انت لو جيت شفت قصتي انا ازاي ارتبطت بنادي الاهلي وانا صغير، ماتش 4-2 اهلي وزمالك، الزمالك يجيب جون انا اطلع اقول للزمالك، الاهلي يجيب جون لغايه ما الماتش انتهى 4-2 انا فاكره، وكابتن خطيب جاب جون. فارتبطت بالنادي الاهلي بالمباراه دي، بمباراه اهلي وزمالك. فالمباراه كل واحده تلاقي مباراه اهلي وزمالك ليه تاريخ فيها. انا اتفرجت عليها كمشجع، كنت متعصب جدا وازعل جدا الاهلي خسر او يتعادل، وكنت كمان بس مش يعني مش عايز اقولها رياء ولا نفاق، بس انا كنت من عشاق كابتن محمود الخطيب عموما، يعني كنت احب لعبه قوي قوي بطريقه انت مش متخيلها. مش انا لوحدي، الجيل بتاعنا كل الجيل اللي هو الجيل اللي انا مواليد 70 ده كمان يعني ارتبط باسم كابتن خطيب، والجيل ده موجود في الفتره الزمنيه. فكنت من عشاقه جدا. كابتن خطيب ما بيلعبش المباراه اللي انا اعتقد يعني بنسبه كبيره ما كنتش اتابعها زي ما كابتن خطيب بيلعب. فمباراه الاهلي والزمالك بقى يعني شوف وفي اصابات كتير جات لي، يعني لو انت شفت اصبعي اللي قدامك ده ماتش اهلي والزمالك من الزحام اللي الناس بتتفرج على ماتش اهلي والزمالك. فدي مباراه قمه، مباراه ليها عشاقها، مش ليها هي لا عشاق، حتى اللي مالوش في الكوره بيحب يعني يتفرج. الاستاد تتفرج على مباراه الاهلي والزمالك في المدرجات مع الجمهور؟ لا انا انت عارف في المنصوره احنا في التلفزيون متابعينها. مفيش ولا مره رحت الاستاد حاولت تتفرج حتى وانت صغير؟ لا صعب اللي انت تيجي هنا القاهره تتفرج على المباراه هنا، عكس الزمن دلوقتي. الزمن انت ممكن تروح اصلا اسكندريه تتفرج على المباراه وترجع. فالامور مختلفه والظروف مختلفه، لكن انت بتتكلم وما عندكش الفكر اللي انت تروح تتفرج على ماتش. انت متابع الساعه 3 الا ربع
كابتن محمد عثمان يقول لك ابتدى المباراه يصفر كده ويقول لك الماتش ابتدى، فبيبقى كان لها متعه وتقعد تنتظر قبل المباراه بساعه منتظر ماتش الاهلي والزمالك والان ويجي لك بعد المباراه. كان انا بكلمك في ذكريات ليا وانا صغير، اتكلم كمان اللي انت بعد المباراه تشوف اهداف المباراه لها متعه تانية. انت ممكن تبقى في جون فاتك ولا حاجه، بيبقى بعد المباراه على طول يجيبوا لك اهداف المباراه، فانت بتستمتع بماتش الاهلي والزمالك يعني. طب تيجي نخش في الماتش على طول؟ اتفضل. محتاجين نعرف اخبار الفريق ونطمن على الفريق. اتفضل. معايا على التليفون احد المدربين واللاعبين واحد الكباتن في النادي الاهلي، كان ليهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، سواء كابتن في النادي الاهلي او لاعب في النادي الاهلي او حتى كمدير فني، وحاليا هو المدرب العام للنادي الاهلي الكابتن محمد يوسف. كابتن يوسف مساء الخير عليك. مساء الخير. مساء الخير عليك يا محمد، ومساء الخير طبعا على اخويا وحبيبي الكابتن ياسر ريان. كابتن محمد الخير على كل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك يا كابتن يوسف. اهلا بيك، وعايز انتهز الفرصه طبعا واقول له كل سنه وهو طيب. بقى ياسر كان عيد ميلاده ربنا يخليك يا كابتن يوسف. انا بعت له يعني تهاني كده جميل بمناسبه عيد ميلاده، بس بقى على الهوا اكون معاك عشان جمهور الاهلي يعرف. كل سنه وانت طيب يا كابتن ياسر. ولا ما جابلكوش؟ ماشي. ما قالش هو، ما قالش. لا لا لا، ده الجناح الطائر، ده الجناح الطائر واسرع اسرع لعيب في مصر. الجناح الطائر، واحنا لعبنا مع بعض سنين طويله 19 ومنتخب اول واولمبي وفريق اول نادي اهلي، يعني عشره جميله يعني. وماتشات اهلي والزمالك، وماتشات اهلي والزمالك كمان كتير بقى فتره التسعينات كلها. ياسر جه 92 النادي الاهلي في المنصوره، فلعبنا فتره طويله، وكانت فتره التسعينات كلنا عارفين كانت فتره جميله بالنسبه لنا كنادي اهلي وفريق نادي اهلي يعني. وطارق مصطفى ليه ذكريات معانا. بقى الكابتن ياسر مره كنت بلعب انا وياسر، هو طارق كان باك رايت وياسر كان بيلعب باك ليفت وانا سنت باك، وبتميل اكتر ناحيه الشمال يا كابتن ياسر. فكنا بنشتغل انا وياسر بنشتغل مع بعض في تفاهم جامد جدا مع بعض، لان لعبنا بقول لك منتخب 19 ومنتخب اولمبي ومنتخب اول. فكنا متفاهمين جدا مع بعض، فانا قلت له ياسر ما ترجعش تدافع، خليك انت فوق. لو احنا يعني لما نادي الزمالك يبقى معاك كوره انت ما ترجعش تدافع، خليك قدام. انا عامل التامين وراك. وطارق مصطفى اتجنن مني. لا انا هقفل وراك، وانت بس خليك ايه، خليك في الحته دي عشان يبقى مفتاح، يعني مفتاح هجوم بالنسبه لنا من ناحيه الشمال. تمام. وقد كان بقى، مش عايز اقول لك طارق مصطفى هو هيكمل لك بقى. طارق مصطفى قال لنا ايه؟ كنت على طول ترمي له الكره لقدام الجناح الطاير يجري بقى على اكتر اقصى سرعه ويعمل الاوفر. ياسر كان من اللعيبه المميزين جدا، وكان اساسا هو وينج ليفت في نادي المنصوره، وجه وبعدين لعب باك ليفت كمان في فتره من الفترات. كان من اللعيبه المميزين جدا طبعا بسرعات وبعرضيات، وكان بينقلنا بسرعه يعني من الدفاع للهجوم. احنا واحنا بندافع تبص تلاقينا بقينا في ملعب القسم او في الثلث الدفاعي الملعب للقسم ثواني معدوده يعني، لمسه او لمستين فعلا. انت قاعد معاك لاعب من ال ربنا يخليك يا كابتن يوسف جدا يعني. واسرع لاعب في مصر يعني كابتن ياسر ريان سرعته. عايز اسال ايه يا محمد بس انت؟ هو عايز يا كابتن يوسف السؤال اللي محير الناس الفتره دي، يعني انا سالت سؤال من خلال لما اتكلم على قصه السرعه بيسالوني انت اسرع ولا محمد صلاح، فانا قلت لهم انا بالكوره محمد صلاح محمد صلاح بالكوره واسرع مني، بدون الكوره انا اسرع منه. دي وجهه نظر ما كانش اكتر يعني، ما فيش فيها اختلاف. عايز اقول حاجه يا ياسر، صعب جدا ان احنا نقارن يعني ياسر بصلاح. ليه؟ اولا صلاح في وقت وياسر ريان في وقت تاني. كل وقت يا جماعه صعب جدا ان احنا نقارن اثنين لعيبه من جيل مختلف. ليه؟ مش عشان حاجه، بس عشان الاحمال التدريبيه وخلينا نتكلم بقى بشكل علمي يعني. تمام. النهارده لما ياسر ريان وهو بيتمرن في فتره التسعينات احنا كنا بنتمرن باسلوب معين طبقا لاحدث حاجه في الوقت ده. انت بتتكلم في 92 93 94 95 96، يعني بتتكلم في 20 سنه من دلوقتي. مظبوط. وكلنا عارفين ان كره القدم مش عايز اقول لك يعني من سنه لاخرى بتتطور تطوير وبيتم التطور فيها، خصوصا الاحمال التدريبيه. النهارده او 2019 الاحمال التدريبيه بقت قويه جدا، بقت اكثر او اعلى بشكل كبير جدا من فتره التسعينات اللي احنا كنا بنشتغل فيها وبنلعب فيها. اكيد. وهكذا. فصعب جدا ان انت تقارن سرعات او تقارن رتم اداء او تقارن زي ما احنا مثلا قبلينا الثمانينات مثلا كانوا بيلعبوا بطريقه معينه وبرتم معين،
لان كانوا بيتمرنوا مثلا 3-4 مرات في الاسبوع. قبلها كانوا التبعينات بيتمرنوا يومين بس او ثلاثه والماتش يلعبوا. فكل فتره ليها حلاوتها وليها مذاقها وليها البريق بتاعها يعني. اكيد. مش عارف، انا ما بحسش ان المقارنات دي عادله لاي من الطرفين، خصوصا ان رتم الكوره والخطط، حتى الخطط اتغيرت ورتم الاداء او رتم التدريب اتغير كمان، اختلف صح، وطريق التدريب واللعب كله اختلف عن زمان طبعا اكيد. بالتالي طيب، كل ده بينعكس على التقييم لما تيجي تقيم يعني. طيب كابتن يوسف، اكيد التمرين لسه منتهي منذ لحظات قليله وخلاص العد التنازلي لمباراه القمه بقى 72 ساعه على المباراه. طمني وطمن جمهور النادي الاهلي، اخبار الفريق، الحاله المعنويه، الحاله الفنيه، التدريبات خلال الفتره الاخيره وخلال الايام الاخيره، تدريبات سريه وحسنا فعل الجهاز الفني في هذه النقطه تحديدا استعدادا لهذه المباراه، اخبار الفريق ايه يا كابتن يوسف؟ يعني طبعا عشان نزيد التركيز شويه والدنيا تبقى هاديه، ما بقاش يعني عينيك، لكن انا بقول لك احنا مركزين واللعيبه كلها بتأدي التدريبات بروح عاليه جدا، تركيز جدا مطلوب في المباراه دي. فقبلها يعني انا دايما اقول ان المباريات الكبيره لازم يبقى التركيز فيها قبلها بفتره، دي حاجه. التفاصيل الصغيره مهمه جدا في المباريات الكبيره، لما بتقابل فريقين كبار بيبقى في تفاصيل صغيره قوي 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 في حاجات، تحركات دقيقه سواء ليك كلاعبتك يعني او للاعب لاعبت المنافس يعني. تمام. احنا حريصين جدا ان احنا نخش في التفاصيل قوي، وده بتدي مدلول التركيز وبتدي مدلول ان اللعيبه والجهاز والمنظومه كلها مركزه. شغالين بشكل كويس، وان شاء الله في انتظار لعيبه الدوليين. يمكن علي معلول وصل النهارده سلامه بس ما كانش التدريب، لعيبه المنتخب الاولمبي والاول ان شاء الله هينتظموا معانا من بكره، وان شاء الله نبدا يعني هنعمل تدريبه بكره ونتوجه ان شاء الله لبرج العرب عشان المعسكر باذن الله، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين، نتمنى الاصابات من خلال 72 ساعه الجايين دول. وده سؤالي الجاي بمناسبه الاصابات يا كابتن يوسف. يعني ما تبعدش عننا بس ال 72 ساعه، تبعد عننا لغايه نهايه. طيب بمناسبه الاصابات، يعني كلنا اتفاجئنا امبارح بخبر موضوع عمرو السوليه الرشح في الركبه وما كانش بيتمرن من بعد مباراه النيجر مع منتخبنا الوطني، اكيد كان في اتصالات، يعني الجمهور عايز يعرف حاله عمرو السوليه، يطمن على عمرو السوليه، اكيد برضه لسه في 72 ساعه قادمه، لسه اكيد لسه في الجهاز الطبي هيشوف اللاعب. برضه كمان حمدي فتحي ممكن يلحق. الو الخطاط. طيب يبدو ان الخط مع كابتن محمد، هنحاول نجيب كابتن محمد يوسف تاني، ان الجمهور عايز يطمن على حاله عدد من اللاعبين. حمدي فتحي هل ممكن يلحق ولا صعب جدا؟ عمرو السوليه الخبر اللي ذكر بالامس بموضوع اصابته في الركبه، يعني الكل كان بيسال على السوشيال ميديا، الجمهور عايز يعرف حاله اللاعبين، اللي كمان غياب كريم نيدفيد عن هذه المباراه مع عوده حسام عاشور واحمد فتحي بعد ما كانت فتره طويله جدا بعيدين بسبب الاصابه، كل دي اسئله الشارع كله بيسال، عايز يطمن على حاله لاعبي النادي الاهلي وتحديدا في منطقه خط الوسط اللي الجمهور بيسال عليها قبل هذه المباراه الهامه جدا، لانها مباراه هي بثلاث نقاط لكن مش هتكون حاسمه في شكل الدوري، لكن مهمه جدا في الجزء الاخير او الثلث الاخير من الدوري العام. كابتن ياسر. طيب كابتن يوسف رجع لنا. كابتن يوسف. ايوه. حاله المصابين، يعني طمنا على السوليه، حمدي فتحي ممكن يلحق، الوضع بالنسبه للمصابين ايه دلوقتي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي؟ بص عشان اكون امين معاك، طبعا احنا لسه يعني كل الامور متاحه وكل الاحتمالات يعني مقبوله. عمرو السوليه طبعا احنا سمعنا لكن ما شفناش الركبه بنفسنا، وفي نفس الوقت الدكتور خالد ما يعني على اتصال دائم بدكتور المنتخب، لكن في نفس الوقت ما شافش الركبه قدام عينه وما تحت ايده يعني. وبالتالي احنا في انتظار طبعا عمرو السوليه هيوصل بالسلامه ان شاء الله، وبكره هينتظم معانا ونبدا دكتور خالد يشوف الركبه ونبدا يعني يبدا الدكتور خالد يدينا قرار او يدينا تصور ال 72 ساعه القادمين. حسام عاشور واحمد فتحي الكل في جاهزيه ان شاء الله يا كابتن يوسف. عاشور بينتظم في التدريبات طبعا الحمد لله بقاله فتره، فتحي برضه انتظم في التدريبات بقاله فتره. حمدي فتحي شغال وبيتاهل كويس جدا، دخل معانا جزء واحتمالات وارده، يعني كل الاحتمالات وارده. خلينا احنا نشتغل، لسه قدامنا تدريبيه الخميس والجمعه ودول مهمين جدا طبعا، وممكن يحدث فيهم اشياء كثيره يعني. اكيد كان ليك تصريح النهارده مهم جدا جدا، انك اتكلمت عن مباراه القمه انها مباراه قمه ذو طابع خاص، لكن ليست اكثر من ثلاث نقاط وما زال هناك ثلث اخير من مشوار الدوري العام يا كابتن يوسف. ده اكيد طبعا، لان
لما نيجي نفكر بمنطقية طبعا جمهور يعني دايما عايز فرقته تكسب ودايما بيبقى عايز النادي الاهلي دائما يفوز بجميع المباريات، وده هدفنا وده اللي احنا بنسعى له وده دايما اللي احنا بيبقى تركيزنا عليه كله. في نفس الوقت لابد ان احنا نقيم الموضوع بشكل منطقي، احنا بنلعب مباراه من ثلاث نقاط طبعا مع المنافس بتاعك، وفي بطوله خاصه اساسا اللي هي ديربي الاهلي والزمالك، لكن في نفس الوقت برضو لازم نعرف ان في 11 مباراه تانيين. الو يا كابتن يوسف، معاك، سامعك، اتفضل. لسه 11 مباراه اخرى ب 33 نقطه، تمام، وفي مباراه عوده او مباراه الدور الثاني مع المنافس بتاعك برضو، بالاضافه ل 10 مباريات مهمين جدا جدا جدا. النادي الاهلي عينه على البطوله، يعني النادي الاهلي دايما بيلعب للبطوله، بيلعب للفوز بالدرع، ولذلك لابد من التركيز. انت بتلعب في الثلث الاخير من البطوله، ودائما اصعب ثلث هو اخر ثلث، دليل ان جميع الفرق بيبقى ليها ظروفها المختلفه، بعضها بيطرع من الهبوط، بعضها عايز يخش في المراكز الاربعه الاوائل عشان يضمن لنفسه يشترك في افريقيا سواء كونفدراليه او ابطال، بالاضافه لفي بعض الانديه او بعض الفرق بيبقى طموحها انها عايزه تخش مثلا خامس او سادس على اساس تبني على المركز ده في الموسم القادم. فالاهداف بتبقى او المرحله دي عموما الاهداف فيها بتبقى متفاوته، ولكن بتبقى يعتبر اصعب ثلث يعني بالنسبه لبطوله الدوري لو انت الجزء الاخير بتلاقي يعني. صح، بس الجزء الاخير. طيب، زياره الكابتن محمود الخطيب النهارده كانت زياره مهمه جدا وفي توقيت مهم قبل السفر الى الاسكندريه غدا ان شاء الله، يعني ابرز هذه ملامح هذه الزياره، ما ذكر وما قيل في هذه الزياره من الكابتن محمود الخطيب للاعبين والجهاز الفني قبل هذه المباراه الهامه؟ لا، هو طبعا كابتن محمود مش بعيد عن الفريق، على طول قريب للفريق وعلى طول بيساند، ممكن في اوقات بيبقى عن قرب من خلال اجتماع، او اوقات بيساند عن بعد ان هو ما بيحبش يعني يعمل اجتماع او حاجه، بس بيبقى متابع وبيتفرج من بعيد. بس اللي انا عايز اقوله طبعا ان احنا كلنا مقدرين المسؤوليه دي، وكلنا عارفين يعني ايه مباريات الديربي. كابتن محمود دائما طبعا زياراته واطمئنانه واتصالاته على طول دائما بالكابتن سعد عبد الحفيظ، وده كله من اجل هدف واحد طبعا كلنا عارفينه، وهو نجاحنا ان شاء الله في الموسم، وان شاء الله نبقى موفقين يعني. ان شاء الله يا كابتن يوسف. متفائل اخر حاجه؟ اكيد. نعم، متفائل باذن الله. دائما متفائل ان شاء الله. متفائل، وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، طبعا انت معاك كابتن ياسر ريان، واحنا كنا زمايل مع بعض في فتره الانتخابات، يحكي لك على موقفين في موسمين ورا بعض. كنا موجودين في الملعب طبعا لعيبه اساسيين وفي منتخب مصر في الوقت ده. كان في سنه 13 نقطه يا ياسر، انت اكيد فاكر طبعا، وسنه فريق الاحلام صح. النادي الاهلي بيلعب لاخر نفس يعني اخر صفاره في اخر ماتش، يعني بقول لك انا لاخر متر في السباق. النادي الاهلي دائما بيسعى زي ما اخر دقيقه في المباراه واخر ثانيه في المباراه بنفضل نحارب عشان نبحث عن الهدف بتاعنا، سواء هو هدف فوز او هدف تعادل او ايا كان. فالموضوع لسه فيه كلام، وانا يمكن تصريحاتي من مباراه قبل كده، يمكن من فتره طويله قبل كده، قلت يا جماعه في تفاصيل كتيره جدا وفي سيناريوهات كتيره جدا هتحصل في الثلث الاخير يعني. اكيد. كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله وهذه الاخبار المتعلقه بفريق النادي الاهلي، طمنتنا بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق قبل هذه المباراه الهامه جدا ان شاء الله يوم السبت القادم. كابتن ياسر ريان، يعني طولنا شويه على كابتن يوسف، لا بس الكلام مهم جدا. اكيد احنا كمان نستفاد منه يعني، نعرف اخبار الفرقه واللي بيدور، بس هو طبعا مش هيديك الكلام اللي هو انت عارف برضه ماتش اهلي والزمالك بقى فيه سريه تامه يعني، في كلام ما بين السطور، بس هو رجع لي فعلا لذكرى كان في يعني اللي حصل يعني، انا ما كانش عندي مواقف كتير، بس كان في موقف قابلني وانا بلعب، كنا في منتخب مصر والكابتن احمد الكاس موجود، هو بيحب الزمالك وده عادي جدا، كاسو نجم كبير، احمد الكاس نجم كبير، وليا الشرف اللي انا لعبت معاه وكنت اتمنى اللي كان موجود معانا في النادي الاهلي. فجي مره من المرات انا مش ناسيها في دار من الدور، واحنا راجعين من سويسرا رايحين التمرين مع منتخب مصر،
قال لي انتوا ازاي بتاخدوا ايه الدوري، ازاي بتفوزوا بالدوري وازاي بتكسبوا. هو بيقولها يعني هو كان لسه في الاولمبي ما كانش لسه راح الزمالك. قلت له والله يا كابتن احمد ما تروح الزمالك يعني برضو نتمنى ان شاء الله اللي انت. قال لي لا انا بحس اللي في اوقات الحكام واوقات مش عارف بحس اللي انتوا كلام. قلت له ما فيش مشكله يعني انت اعتقد يعني ما فيش مشكله في اللي تلف الايام وكابتن احمد الكاس يروح الزمالك. تمام. فجينا في ماتش اهلي والزمالك قمت في نص الملعب انا مش ناسيها اديت له خبطه قويه جدا وما قومتوش وكسبنا الماتش ده 3-1 منهم ضربتين جزاء لهادي خشب وكان حكم اجنبي. مظبوط. يعني عشان ايه ما جاب. فالمهم لقيته ايه بعد الماتش انا جونه كان في اللحظات الاخيره جونه في الله ينور برافو عليك الاخيره من المباراه. فكسبنا 3-1 فلقيت الكابتن شوبير جاي لي في الاوضه بيقول لي انت ازاي تخبط الكاس وما تقوموش. قلت له يا كابتن وانت عارف ماتش اهلي وزمالك احنا بنقوم كل حاجه بس انا كان في لازم كنت ادي له انذار كده حته كده من عندي ورحت اعتذرت له في الاوضه بس اكيد الرساله في الوقت ده وصلته. النادي الاهلي زي ما كابتن محمد يوسف بيقول احنا الجيل بيسلم جيل وماتشات اهلي وزمالك بالنسبه لنا ماتشات بتبقى قتاليه في ككره قدم. فكره كلامك ان انتوا بتلعبوا في الملعب روح قتاليه عايز جداً. تكسب عايز تخلص المباراه. لا 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 مش طبيعي انت على فكره احنا بنعمل محاضرات والجيل ده اكيد بقى موجود والاجيال كلها في الغرف مع بعض كل اللعيب قاعد مع عزمي. يعني انا كنت قاعد مع كابتن اسامه عرب وكان كابتن اسامه عرب كان بيجينا. انا كنت قعدت مع فتره مع كابتن محمد يوسف قعدت فتره مع كابتن مشير حنفي فتره مع كابتن علي ماهر يعني بنغير بس دولت اللي اكتر ناس قعدت مع. فكانت اللعيبه الكبيره بتجينا هنعمل ايه يعني كابتن اسامه ومحمد يوسف واحنا جابها واحده ناحيه الشمال. كابتن محمد كابتن اسامه عرب كان يقول لنا نعمل ايه يعني بخبراته في الماتشات وفي اللعب كان كنا نستفاد منه. فكنا بنبقى نازلين تركيز مش طبيعي حتى كابتن شوبير هو مش ناسيها واحنا بنصار يقول لك صوره مكسب. احنا انت لو بصيت لو جبت الجيل ده واي كاميرا بتيجي على لعيبه النادي الاهلي هتلاقي مش بيبصوا على الصوره هم بيبصوا على هدف معين اثاروا كل حاجه قبل المباراه بس احنا عندنا هدف نكسب لازم نفرح الجمهور بتاع ما ينفعش الجمهور جمهور النادي الاهلي يمشي زعلان اكيد والحمد لله. يعني انا لعبت اعتقد من 17 ل 18 مباراه ضد الزمالك خسرت اعتقد مباراتين وتعادلت برضو اعتقد مباراه واتنين والباقي الحمد لله كان مكسب يعني كان ليها الشرف اللي انا كنت موجود مع النادي الاهلي فيه. تمام. ايه الفرق بقى مباريات القمه زمان عن دلوقتي؟ يعني انت بتتابع مباريات القمه دلوقتي ايه الفرق اللي انت شايفه سواء فنيا او جماهيريا او في الملعب؟ لا هو بص ما فيش فروق كتير بس انا يعني الطقوس اختلفت؟ الطقوس وكمان الانتماء كان عندنا زمان الوقت اللعيب ما عادش هو بيحب النادي الاهلي وعايز ياخد بطوله مع النادي الاهلي بس احنا كنا منتميين جامد قوي للنادي الاهلي. فاحنا نتمنى وموجوده الحمد لله في اللعيبه مش بقول كده اللعيبه لا عندنا انتماء بس الظروف والمناخ الوقت مختلف عن زمان. عن جيلكم زي ما كابتن محمد يوسف جه قال لك كل وقت كده وليه جيله وكل وقت ليه ادانه. فلو جيت بصيت لجيل السبعينات هتلاقيهم منتميين بدرجه مثلا نقول 200%. جيل التسعينات مفيش شك برضه منتمي وبنركز. الجيل الموجود دلوقتي جيل النادي الاهلي لازم انا بدي له خط تمشي عليه. انت حبك لنادي الاهلي وانتمائك لنادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا. مكاسبك هتيجي لو انت بتبص لمكاسب معنويه ومكاسب ماديه او مكاسب شهره هتجيلك. فحبك لنادي الاهلي حط مباراه الزمالك ده يعني انا اعتقد اللي الجيل الموجود حاليا في لعيبه كتير قوي اول ماتش هتلعب اهلي وزمالك فانت بتحط بصمتك من المباراه دي اسمك بيعلى من مباراه اهلي وزمالك. فمش معنى كده اللي انا بقول لك اللي انت لا كلنا منتمين النادي الاهلي بس انا بقول للجيل اللي موجود حاليا طبعا مش الجيل اللي هو وليد سليمان وحسام عاشور انا بقول للجيل اللي بدا يدخل على النادي الاهلي لازم تعرف الانتماء لنادي الاهلي ده انتماء قوي جدا. انت بيتفرج عليك يعني احنا مش هنقلل من الانديه الاخرى بس انت عارف النادي الاهلي انت بتتكلم على ملايين من المشاهدين ومحبين النادي الاهلي في مصر وخارج مصر. فانت لازم تاخد بالك المباراه مش اللي انا بلعب مباراه عاديه المباراه دي مباراه وما ببصش فيها ماديا وببص عليها انا ببص عليها ازاي افرح جمهور النادي الاهلي. كان دايما مباراه القمه ولاده نجم يعني كان كل مباراه قمه كان بيطلع منها نجم ما كانش حد عارفه او كان لسه مش ظاهر قوي مع الفريق بتاعه ولما بالزبط. كان بيلعب مباريات القمه كان بيظهر بشكل قوي بالظبط ما فيش شك. انا برضو انا كان ليا الحظ
اللي انا مباراه الاهلي والزمالك برضو طلعت فيها احسن لاعب في المباراه اللي احنا كسبنا فيها 2-1 وكان ليا برضو الذكريات معاها. فدي برضو كانت كل فتره رمضان صبحي جه فتره وليد سليمان هتلاقي في هنا وهنا يعني اكيد. طب هنكمل الحديث عن مباراه القمه لكن لازم اخرج فاصل. اتفضل. ماشي فضل. طيب اخرج الى فاصل ثم نواصل الحديث والذكريات ومباريات القمه بين الاهلي والزمالك مع الكابتن ياسر ريان لكن عقب الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل، وبالتاكيد بيشرفني في هذه الفقره الحواريه الاولى الكابتن ياسر ريان، وفقره بصراحه فيها ذكريات جميله جدا، وكمان عرفنا اخبار جديده بخصوص تدريبات فريق النادي الاهلي والاستعداد لمباراه القمه بين الزمالك والاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم مساء على استاد برج العرب. كابتن ياسر، كنا بنتكلم في فكره ولاده نجم. في فترتك لما كنت بتلعب فتره التسعينات مع النادي الاهلي، انتوا كلاعبين كنتوا بتعيشوا ازاي الفتره دي، او ليله المباراه كنتوا بتعيشوا ازاي الفتره دي، ومين كنتوا تتوقعون هيكون هو نجم المباراه من فريق النادي الاهلي؟ لا، هو من ناحيه التوقع مين، احنا ما بنبصش على مين احسن لاعب في المباراه، احنا تركيزنا كله رقم واحد النادي الاهلي يكسب، ومين يجي احرز كمان هدف برضه ما تفرقش معانا، لكن احنا كان لنا اهداف في المباراه. اولا احنا قبل المباراه على فكره ما كناش بنبقى مشدودين خالص، واحنا رايحين راجعين اتوبيس رايحين عادي كلام، بس مش مفتوح قوي، عادي طبيعي. احنا عندنا الحمد لله حتى الاجيال موجوده، وهي دي طبيعه في جيل في النادي الاهلي. قبل المحاضره اول ما بتعمل بالليل اللي هي احنا بنروح على الاوتيل ليله المباراه بنروح نتعشى ايا كمان، يعني مش حاجه معينه، عشاء اللي انت بتحب تاكله، وبعد كده بنخش على المحاضره، وبعد المحاضره ايا كان المحاضره تبقى قبل العشاء او العشاء بعد، مش مشكله حسب المدير الفني. وبعد كده بنطلع نقعد احنا مع بعض، بنقعد مع بعض بعد المحاضره، خلاص احنا بدانا نعيش في المباراه. يعني احنا في الاتوبيس او في النادي الاهلي عادي جدا الامور، ولا بنتكلم حتى في الماتش، بنروح الاوتيل خلاص دخلنا على المحاضره، قال التشكيل المدير الفني مين اساسي مين احتياط حتى المباراه دي، محدش بيقدر، ما ينفعش تزعل او ينفع تقول انا بره او أنا لا، ان الماتش ده من جواك بس ما بتتكلمش عشان حاله الفريق، ولا ند لا انت الله يكون فان اللي بيلعب المباراه، المباراه بالنسبه له حمل تقيل جدا، فاحنا ما تفرقش معانا مين اللي بيلعب ومين ما بيلعبش، احنا عايزين اللي يلعب لازم يؤدي الروح الجماعيه، الروح الجماعيه، ولو تعبت ارفع ايدك وقول انا خلاص انا اديت 40 دقيقه 50 دقيقه لمصلحه الفريق، ما تبقاش تعبان وانت موجود في الملعب تضرنا. وده الكلام اللي كانت اللاعيبه الكبيره كانت معانا بتقوله لنا، وفعلا ده حقيقي. كنا وفي ماتشات انا عملت كده، عملت ماتش الرجاء المغربي في الرجاء لعبت 45 دقيقه وطلعت خلاص، عملت اللي عليا وزميلي جه يكمل، ما انا ممكن كنت اكمل بس هضر فرقتي. فاحنا بنيجي في المباراه بعد المحاضره خلاص بندخل بقى بنتكلم مع بعض، كل اللي شايف حاجه يقولها والملاحظه، واللعيبه المؤثره في نادي الزمالك واللعيبه اللي هي متوقعه، ما هم احنا برده هم زي ما بنخمن هم بنخمنوا برده مين هيبدا، احنا لا ياسر ولا صلاح هيبدوا، لا هيبقوا قاعدين على دكه الاحتياطي، ما انت في اوراق هم احنا بنلعب بعض بيها. يعني احنا على ايامنا كان وليد وياسر كانوا هما نادي الزمالك كانوا بيعملوا عشان لعيبه مهاريه وفي السريع، فكانوا بيعملوا لهم حساب، فغير نادي الزمالك كنا بنعمل حساب برضو خالد غندور لمحمد صبري في الجيل اللي احنا موجود تمام، ايمن منصور بيعرف يجيب جون، كنا في لعيبه كنا بنعمل حسابنا ليها، غير اللعيبه اللي كانت مميزه عندهم زي الكابتن احمد كاس لما كان موجود مين هيبقى معاه، حازم امام مين اللي يمسك حازم امام ده، احنا على فكره حازم امام 90% ماتشات الاهلي والزمالك مشير حنفي نقول له كده مان مع حازم امام، حتى لو انت جبت حازم امام في يوم وقت من الاوقات معاك في مداخله ولا حاجه هيقول لك كان بيتعبني جدا مشير حنفي مان، عارف يعني مان، يعني مالكش دعوه باللعب ده كله، ما معكش غير حازم امام، حازم امام لعيب مؤثر ولعيب بيقدر يكسب نادي الزمالك في اي وقت. فاحنا كان حازم امام كان يلعب 45 دقيقه هو نفسه ممكن يطلب التغيير ويطلع، كان لسه طالع كمان وبقول لك لسه جديد وكان جديد ولعب جامد جدا، ومشير بقى الخبره كلها، مشير كان معاه مشير حتى يعني مان، يعني مان احنا مالناش دعوه حتى التكتيك ما مش مغيرينه بتاع المدير الفني، بس ده احنا عارفين اللي هو لعيب مميز في نادي الزمالك ومؤثر تمام. احنا بالنسبه لنا كان بقى نادي الزمالك بيعمل حساب لوليد صلاح لو قعد على دكه الاحتياط، برده وليد لعيب كبير ويقدر يغير، وليد لعيب مؤثر ولاعيب جامد جدا، ياسر يقول لك لو ابتدى وقعد احتياطي يقول لك خلي بالك علشان سريع، فلازم يبقى في حاجات كتير، لكن احنا كل واحد بيطلع كل اللي عنده بمميزاته. فالحمد لله الفتره اللي احنا كنا متعايشين فيها، في كمان انت محظوظ اللي معاك كان وقت برضه من الاوقات زي الجيل اللي موجود حاليا، يعني ما تشوف حسام عاشور وكان في عماد متعب معاهم ووليد سليمان وعبد الله سعد قبل ما يمشي وشريف اكرامي، يعني انا مش عايز انسى حد، واحمد فتحي، اللعيبه دي لعيبه كبيره،
فبتقدر اللاعب الصغير واللاعب اللي ما عندوش خبرات ماتشات الاهلي والزمالك هو يقدر يلم. طيب قبل ما اطلع لتقرير ليله المباراه كنت بتنام في ذكرياتك كده لمباراه القمه؟ انا لازم ننام وننام بدري جدا وكويس قوي يعني احنا بننام. بس القلق هل كان بيخليك تسهر ولا لا بتنام وبتفصل؟ لا احنا بننام احسن. احنا بص عارفين اهميه المباراه من غير اي حاجه. فاهميه مباراه الاهلي والزمالك غير اي مباراه. ممكن اي مباراه ثانيه ممكن ناخر شويه بس برضو محافظين على ان عشان في ميعاد نوم اكيد. يعني انت في ميعاد نوم بتبقى انت خلاص يعني الموضوع ما بيبقاش عليك هدك بس انت عارف متطلبات عليك. انت مطلوب منك جمهور لازم يفرح اكيد اكيد. طيب دي كانت ذكريات الكابتن ياسر ريان مع مباريات القمه. نخرج في هذا التقرير نشوف الجمهور بقى كانت ذكرياته ازاي مع مباريات القمه بين الزمالك والاهلي. في ماتش السوبر المصري مع الاهلي والزمالك لما كنا في مكان في الامارات لما الاهلي كان بيلعب مع الزمالك فالزمالك هو اللي اتقدم الاول وكده فكنا قاعدين في كنا احنا واصحابنا كلنا كنا قاعدين في الكافيه وكده فلما تعادلنا بضربه جزاء برده من ضربتين جزاء لعبد الله السعيد ولما جبنا جون في الاخر اكيد كنا فرحنا ومن الماتشات المهمه اللي الواحد حضرها يعني الاهلي والزمالك. ماتش الاهلي والزمالك اخر الدوري لما كنا ان شاء الله كنا ناخد الدوري من غير هزيمه وجبنا فيهم جونين وليد سليمان وجونيور في اخر ده الصراحه ساعتها كان ليه طعم خاص عشان احنا كنا واخدنا الدوري وكان انجاز عظيم ان احنا ناخد الدوري من غير هزيمه طبعا على منافسك طول عمرك الزمالك وان شاء الله نكررها يوم 30 ان شاء الله وهنحتل صداره الدوري والاهلي لما بيركب ما بيزيلش. والله ذكريات كثير انا من محبيه طبعا من ليبيا ومن محبي الاهلي المصري بعشقه كثير كثير وبحبه كثير وبشاهد مبارياته لكن من اجمل المباريات اللي شاهدتها بصراحه لما كان الاهلي هو اللي كسب على الزمالك 6-1 كانت مباراه كبيره وذكريات معاه جميله جدا 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 وبصراحه الاهلي هو الكره المصريه يعني لما بقول الاهلي يعني بقول الكره المصريه. واحد لواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول. اهم مباراه ذكرى ليا 6-1 ساعه بيبو حط تقريبا 4 تجوان تقريبا. احلى نضف ماتش اتفرجت عليه كان بتاع 6-1 يعني ماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه. أو ماتش 3-2 بتاع الدوري السنة اللي فاتت اللي جاب الهدف جيران جاي ووليد سليمان ومؤمن زكريا. في ماتش عمري ما انساه اللي هو ماتش الكاس اللي هو 2007 تمام لما الزمالك الاهلي فاز فيه 4-3 واحنا خدنا وكان اصلا تقريبا كان نهائي كاس واحنا وصلنا للنهائي ساعتها فالماتش ده عمره ما يتنسي من ذاكره اي اهلاوي فهو عمره ما يتنسي. عماد متعب ابو تريكه جونين بتوع حسام حسني في الوقت بدل ضايع في الاكسترا تايم. ماتش الاهلي والزمالك 4-3 لما كنا مغلوبين وبعد كده ابو تريكه اتعادل وبعد كده نزل كابتن اسامه حسني جاب الثالث والرابع وكسبناهم. ماتش 6-1 ده بالذات يعني ماتش كان ممكن نقدر نكسب اكتر من كده كمان ممكن نكسب 10-20 الماتش كان مفتوح بطريقه فظيعه بيبو تقريبا جاب 4 تجوان تقريبا. ذكريات الجمهور مع مباريات القمه لن تنتهي لان الذكريات كثيره وعديده وسنوات كثيره واهداف غير طبيعيه سواء في الالفيه الجديده او في التسعينات او حتى لو رجعنا كمان 50-60 سنه ورا في الستينات والسبعينات. لكن كمان في اهداف يعني تقرير ما كانش موجود فيها في اوفر للكابتن ياسر ريان في مباريات القمه. هدف لحسام حسن، هدف لابراهيم حسن، كانت مباراه عظيمه والاوفر حتى معمول من بعد نص الملعب. فاكر الجون ده يا كابتن ياسر؟ اه طبعا. من الاجوان يعني انا زي ما انت كنت بتقول فيه بيبقى مولد جديد بيبقى او مولد في المباراه. فانا انا انا بلعب بطبيعتي في المباراه يعني الحمد لله اول مره في حياتي 90 دقيقه عامل يعني بريستات على نادي الزمالك مش طبيعي. بس الطريقه كانت فارقه معانا. كان مستر تسوبل كان بيلعبني زي ما كابتن محمد يوسف اتكلم كده. محمد عماره كان ورايا باك ليفت وانا ما دافعش حتى لو الهجمه علينا ما دافعش. فكنت انا واخد نص الملعب اللي هو من نص الملعب لمرمى الزمالك فكانت بالنسبه لي المسافه معقوله بالنسبه لي يعني اقدر نفسي بطول. فكره الطرد تيجي من ورا عمرو فهيم اخدها واروح
نص الملعب، وكان موجود حسام عبد المنعم سيرد باك، وعديت من كل ده بفضل الله يعني، وقمت عامل اوفر لكابتن حسام حسن، وكان ده الهدف الاول. ده هو كابتن حسام وقتها انا فاكر ما اتحركش، هو ما اتحركش، هو حطها في الزاويه، حطها في الزاويه القريبه اللي اعتقد كان مش عارف حسين السيد او لا نادر السيد، اعتقد نادر برضه يعني حد منهم، لا نادر لا كابتن حسين السيد يعني. وكسبنا المباراه، بعد كده نادي الزمالك اتعادل بهدف محمد صبري، وبعد كده كابتن اعتقد محمد عماره عمل كورنر لكابتن ابراهيم حسن، وكسبنا 2-1 المباراه. والمباراه دي كان برضو 90% قربنا لبطوله الدوري، اللي احنا ناخد بطوله الدوري. ما انت عارف ماتش اهلي وزمالك بيفرق مع معانا، بيقرب قوي المسافه لينا كنادي اهلي يعني. عشان بس مش هرجع للنقطه، بس انا بقول لك النقطه اللي ما انت تكسب بالزمالك بتفرق معانا احنا، لا قدر الله احنا ما وفقناش معانا الزمالك، بنعرف برضو نوصل تعمل كامباك بسرعه وتعرف ترجع. بالظبط، دي ميزه النادي الاهلي. في سنه واحده احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك، وعندك في الجبهه الشمال كابتن ياسر ريان وكابتن محمد عماره، يعني ايه الاجمل من كده وايه الافضل من كده؟ خلي بالك خلي بالك من المواقف الكوميديه، كابتن ابراهيم حسن الله يرحمه كابتن ثابت البطل، انت عارف كام واحد جه او كام لاعب جه في ناحيه الشمال في التوقيت ده؟ كان في، بص بقى، كان في احمد نخله جنه، سعاد عبد العزيز، في كان موجود محمد عماره، ومش يعني في انا بديك في سنتين ثلاثه، وياسر ريان ومجد طلبه وسام عربي، وكان قبلها محمد 10 12 لعيب. طيب باك رايت بقى مين؟ هو ابراهيم كان لوحده ومعاه مين؟ ما فيش ولا واحد باك، انا اللي كان بس كابتن ابراهيم بيتصاب ولا ياخد الزرطة اللي يلعب باك رايت. فدخل الكابتن، دخل الكابتن ثابت، كنا بنتفاوض مره مع ياسر رضوان النادي الاهلي، ياسر رضوان باك رايت كويس طبعا، ولاعيب جامد ونجم طبعا، ده حقيقه، واللعيبه من اللعيبه الجامده. فكان كتبوا للنادي الاهلي يفوض ياسر رضوان، فالكابتن ابراهيم حسن دخل كابتن صلاح البطل قال له انا اشتكيت، هو انا قلت له يعني انت، انا كنت قاعد والله في الاوضه منساه، قلت له يعني انت بتشتكي من ناحيه اليمين هيجي لك لعيبه واحد ناحيه الشمال بنستنى نموت بعض؟ قلت له انت بتستنى نموت بعض تحت الشمال كتير قوي، وهي كده خلي بالك يعني حظنا مع النادي الاهلي الجبهه الشمال بتبقى مميزه يعني. ودلوقتي وما انا بقول لك هتلاقيها مميزه ما شاء الله دلوقتي انت معاك نجم كبير جدا، اسم كبير جدا طبعا، في معلول. الكره التونسيه ولا في، لا ده في الكره الافريقيه، افضل ظهير ايسر في دوري ابطال افريقيا من ناحيه الكرات العرضيه بالزبط. من ناحيه الاسيست، لا لعيب امكانياته عاليه جدا، وكمان علي معلول لا تحس ان هو تونسي بنكهه اهلاويه بالزبط. يعني تحس ان هو ابن النادي الاهلي فعلا. خلاص خلي بالك دخل جوه النادي الاهلي، احنا اي لعيب بيدخل النادي الاهلي يا محمد بينتمي، حتى اقول لك ايه ليه النادي الاهلي نادي جميل، والله مش بنتكلم عشان احنا منتمين ليه، مش تقلان في نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم، ولو الكره مش فيها اهلي والزمالك مش هيبقى لها طعم، هي المتعه، بس احنا النادي الاهلي متعه خاصه، وبتبقى وانت ماشي من النادي الاهلي او انت في يوم من الايام ما بتشتغلش في النادي الاهلي بتبقى نفسك تبقى متواجد في النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير اكيد والله بجد بيكبر اي حد. طيب في الجبهه اليسرى احنا بنتكلم على الجيل الموجود الحالي، عندنا علي معلول اسم كبير جدا في الكره الافريقيه ولاعيب امكانياته على اعلى مستوى دفاعيا وهجوميا، وبيسنده كمساك او بيقرب من الجبهه اليسرى ايمن اشرف، دورهم في المباراه شايف ازاي؟ لا هي دور بص الاثنين دولت، انت بفكرتني مثلا ما بقى بلعب باك ليفت وكابتن جنبي سيرد باك كابتن محمد يوسف، الاثنين بقى فيه تفاهم كتير قوي، خاصه لما بيلعبوا مع بعض فتره طويله بقى فيه تفاهم، ممكن ايمن اشرف يزيد هتلاقي علي معلول بيغطي مكانه بياخد مكانه اللي هي سيرد باك، ايمن اشرف طلع يعمل اوفر هتلاقي علي معلول ممكن يلعب في الجزء اللي هو سيرد باك، علي معلول طلع هتلاقي ايمن اشرف وراه بيغطي، لا بيبقى فيه تفاهم في الجبهات، ودي ميزه مع لعبة النادي الاهلي، امتى اطلع وامتى ازيد وامتى اغطي وامتى اهاجم وامتى رف... انت بتتكلم لعبة النادي الاهلي على فكره الثقافه بتاعته لازم تبقى هنا، ثقافته لازم تبقى عاليه الفنيه وفكره، ولازم ابقى فكره اعلى من اللي قدامي، عشان انا لو ما فكري ما بقاش اعلى من ده مش هبقى موجود في النادي الاهلي، لازم عندي ميزه يعني. علي معلول انت بتتكلم على لعيب ميزه عنده ما شاء الله ربنا يحرسه ويبعد عنه الاصابه، امين يا رب، مميز في السرعه، مميز في الاوفر، مميز في التغطيه، عنده حاجات كتير قوي ما شاء الله يعني حاجه تفرح. فباك عصر، باك نموذج عصري في الزمن اللي احنا فيه ده، باك نموذج في سواء النواحي الدفاعيه النواحي الهجوميه الاسيستات اللي بيعملها، عمل كذا اسيست في كذا مباراه، ليه دور فعال، عشان كده هو اكيد بيقعد مع نفسه بعد المباراه او قبل المباراه، يعني انت لما تيجي، انا كنت زمان لازم اقيم نفسي، اقيم نفسي ازاي؟ اجي بعد المباراه حتى لو مش هتفرج بقعد مع نفسي، عملت كام اوفر،
انتاجي كان ايه؟ ما انا ممكن كنت اعمل مباراه كويسه بس مش عامل انتاج. لكن انتاجه ايه؟ غطيت كان هيجي جون وشلته، عملت اوفر، خليت زميلي يجيب جوان، في حاجات بتبقى علامات. فانا اعتقد علي معلول لا ما شاء الله، يعني الفتره اللي فاتت ده لاعب مميز، وكمان بقى عنده الاستقرار، استقرار النادي الاهلي موقع معاه، اعتقد دي برده ريحته نفسيه وخلته برده يبقى عنده الحته اللي هي بيفكر بقى في احتراف، بيفكر يسافر بره، هو خلاص تعايش معانا في النادي الاهلي. تمام. طيب المباراه بشكل عام يا كابتن ياسر شايفها، هل لاصارت هيتعامل مع المباراه ازاي؟ هل يتعامل باسلوب دفاعي في البدايه ولا يضغط على المنافس ويقدر يحاول يحرز هدف مبكر؟ كمان في نقطه ايجابيه، انت اخر 19 مباريات محليه في الدوري عامل نتائج متميزه الحمد لله، ما خسرتش ولا مباراه، تهديفك كمان في المباريات معدل هدفين او اكثر كثير، يعني بحاجات بسيطه في كل مباراه، نظافه الشباك ما يقرب من 5 مباريات حافظت فيها على نظافه شباكك بشكل جيد. هو مستر لاسارت طبعا ما فيش شك، انت عارف الفتره الاولانيه يعني طبيعي عايز ينفذ شكل معين بالتكتيك بتاعه وطريقه معينه، وعايز يثبت فريزه ما احنا اتكلمنا انا وحضرتك في الجزئيه دي، كل الامور دي هي متعلقه بمباراه اهلي وزمالك لها بطباع خاصه وشكل خاص، يعني انت بتلعب بطريقه معينه، اعتقد هو كمدير فني هو مش هيغير، يعني بيغير في الافراد لكن في طريقه اللعب والتكتيك اللعب اعتقد هيبقى واحد، ما ينفعش، ما ينفعش خالص، مش بمزاجي، هو خلاص سيستم الفريق بطريقه معينه وبتكتيك معين. لكن مباراه اهلي وزمالك هو اعتقد دي اول مباراه لمصر رسالتي فيها، اول مباراه قمة، اول مباراه قمة، فمباراه اهلي وزمالك جيم مفتوح. بس على فكره هو قاري كويس وعارف كويس، ما اوكي عجبني جدا في لاسارتي فكره ان هو لما بيخش على محطه او منافسه او مباراه بيبقى عارف ايه تفاصيلها بالزبط. وايه ابعادها، خلاص ما هو عشان يبقى عارف بالظبط حتى المباريات دي بالنسبه للجمهور بالنسبه له ايه بالظبط، ما عشان كده المباراه كلها هو بيدرسها كويس، وكل مباراه على حداه، بمعنى اللي هو ما بيجي لاعب فرقه في الدوري عارف مركزها وعارف مميزاتها وعارف عيوبها، فكل ده مدير فني متعايش عايز يعمل نفسه انجاز. ليه؟ لاسارت هنا في مصر هيكبر من خلال النادي الاهلي، كبير قوي مدربين طلعوا من، طالما خد ختم النادي الاهلي بعتبره هو خد ختم ريال مدريد وختم برشلونه، ختم انديه كبيره، فوجوده هنا ومباراه اهلي وزمالك كمان هتعليه اكتر ان شاء الله، يكون موفق ويكسب ان شاء الله. مين في التشكيله ممكن يكون نجم المباراه؟ يعني اعتقد يعني ممكن اجاييه بعتبره رقم واحد مع النادي الاهلي، يعني ده من اللعيبه اللي لها بصمه قويه جدا وبصمه كبيره جدا، اعتقد هو اللي هيبقى ليه دور كبير قوي فعال مع النادي الاهلي. طيب جونيور اجاييه هو نجم مباراه القمه من وجهه نظر الكابتن ياسر ريان. طيب نخرج نشوف في راي الجمهور في الشارع مين هيكون نجم مباراه القمه من فريق النادي الاهلي في هذا التقرير، ثم نواصل حديث مع الكابتن ياسر ريان بعد هذا التقرير. علي معلول وخصوصا الفتره الاخيره دي هو نجمه عالي قوي وظاهر قوي، بالاضافه لان في منافسه بينه وبين فرجاني، هو علي معلول ان شاء الله هيبقى كويس، ولان هو اصلا معودنا ان هو دايما كويس. رمضان صبحي هو دايما بيتالق في ماتشات الزمالك، والفتره اللي فاتت دي ما كانش بيقدم المستوى اللي كان بيقدمه، بس انا بعتقد يعني ان هو هيقدم مستوى حلو الماتش الجاي ان شاء الله. صالح جمعه عاوز يثبت نفسه، بيلعب مكانه ناصر ماهر، بقاله فترة ما بينزلش، بس لاسارت قال فيه مفاجأة واحتمال كبير ده صالح جمعة، ولو نزل هيثبت نفسه وهيجيب جوان. وليد أزارو عندك لعبه حلو جميل، وهو إن شاء الله هيثبت نفسه، هيثبت نفسه الماتش الجاي، وإن شاء الله المباراة تبقى لصالح الأهلي. أتوقع يعني بالفعل إن شاء الله يكون وليد سليمان، إن وليد سليمان بقاله فترة بعيد عن الملاعب وهو عاوز يثبت نفسه في الملعب عشان محدش ياخد مكانه، وممكن يكون برضك رمضان صبحي، عشان رمضان صبحي برضك عاوز يثبت للفريق بتاعه الخارجي ان هو لسه زي ما هو رمضان صبحي، وان شاء الله باذنك يا رب هنكسب 2-0 باذن الله. نجم مصر الكابتن احمد فتحي، لاعب كبير جدا بيلعب بروح النادي الاهلي، يعني نجم كبير جدا، تاريخه كبير جدا في النادي الاهلي، روحه الرياضيه كبيره جدا، وطبعا النادي الاهلي كله روح واحده، بس انا بشوف ان الكابتن احمد فتحي نجم كبير جدا وراجل في الملعب. وعلي معلول وجونيور اجاهي هو اللي هيتالق، لان علي معلول الفترات اللي فاتت من احسن فترات اللي لعب فيها حتى في افريقيا، معظم اهداف الاهلي هو اللي مشارك فيها، فهو يعني في التوب.
اهلا بحضراتكم من جديد. الراي الاخير كان متفق معاك يا كابتن ياسر، يعني علي معلول جونيور اجاي ومش هيطلعوا رمضان صبح، يعني الثلاثه دول اعتقد يعني هتلاقي برضه هتلف وتدور هتلاقي ممكن يبقى واحد منهم ان شاء الله. نتمنى لعيبه النادي الاهلي كلها تبقى موفقه ان شاء الله، ويكون كلهم بارزين باذن الله، يعني احنا عايزينهم يفرحوا جمهور النادي الاهلي كله اكيد. قبل مباراه ب 72 ساعه واحنا بنربط الماضي بالحاضر، في التوقيت الحالي واحنا بنتكلم على مباراه القمه، بتركز وبتفكر في المباراه من دلوقتي، ولا الطبيعي انك تركيزك وتفكيرك فيها بيكون ليله المباراه او يوم الماتش بس؟ هو مفيش شك ان انت محمد تركيزك قبل المباراه مفيش مشكله، بس انت عارف مباراه الاهلي والزمالك زي ما انت بتقول كده قبلها بفتره، انت مع نفسك بتبقى متعايش كويس، نايم كويس، واكل كويس، محافظ على التمرين، ولازم تكون امين بينك وبين نفسك كمان، مش مع المدرب ولا مع ممكن يكون انت عندك اجهاد شويه، لو ريحت يوم ممكن تفرق معاك، فكل ده بينك وبين نفسك، ما كل لعيب لازم يبقى مسؤول عن نفسه في مباراه زي ايه طبعا بشكل عام، بس انت بتفرق معاك ال 72 ساعه دولت، انت بتقعد بينك بتريح كويس، بتنام كويس، محافظ على الاكل بتاعك ووزنك، حاجات كتير قوي غير نظامك في الملعب نفسه، فالاثنين مرتبطين ببعض. بس بتيجي بقى قبل المباراه اللي هي اول المحاضره زي ما بقول لك، بتخلص قبل المباراه وبتدخل تنام بقى، بتتعايش انت كويس قوي بقى، الباك رايت اللي عليا انا بتكلم على حاجه على نفسي، الباك رايت عنده مميزاته ايه، سريع ولا بطيء، طيب لو انا عديت منه اعدي منه من بره ولا من جوه، كل ده انا بتعاش مع نفسي. طيب يا ياسر اول ما تنزل الملعب العب السهل، ما تلعبش الصعب، بكلم نفسي العب السهل ما تلعبش الصعب، ما تعرفش الكوره، عشان لو انت لعبت الصعب الاول ممكن الكوره ما تمشيش معاك باللغه يعني، ففي حاجات انت بينك وبين نفسك، بتيجي لك وقت من الوقت قبل ما تنام ممكن تروح للسرد باك، خلي بالك فلان او الفرود نادي الزمالك بيبقى عنده كذا كذا كذا، خلي بالك ممكن يجري من بنقعد نتعايش يعني، وانا ممكن وانا نايم كده اصحى اروح لزميلي عشان اقول له معلومه ارجع من مباراه عشان صحيح النوم يا كابتن ياسر. طبعا لا طبعا مش هنبقى حصلت والله حصلت. طب احكي لي. حصلت كابتن محمد يوسف احنا وكابتن اسامه عربي، اسامه عربي مش قاعد معانا في الغرفه فهو كل شويه يجي لنا الاوضه انا ومحمد يوسف، خلي بالك كان اعتقد خالد غندور بيلعب ناحيه الشمال وطارق مصطفى بيلعبوه بكرايت وكل واحد عنده ميزه، فاحنا قلت ليوسف قلت له على فكره اعتقد مش عارف يوسف ولا مشير كده، قلت له انا في حاجه عايز اروح للكابتن اسامه اسال عليه، فروحت لكابتن اسامه لقيته صاحي اسامه ما بينامش، قلت له خلي بالك يا كابتن اسامه انت قلت لي على حاجه، طيب بكره لو حصل طارق مصطفى هو اللي دخل وخال غندور اللي طلع لبره، قال لي لا ما نغيرش، خد بالك ما نغيرش، شوف انا معلومه عشان افرض احنا جايين في الماتش وقمنا عاملين سويتش، هو انا رحت مع اللي دخل الملعب قال لي لا انت طول ما انت بره خليك بره، وانا حتى لو هم عملوا سويتش مع بعض يعملوا، جالك طارق على من بره خليه معاك، جه خال غندور فالحاجات دي كلها بتبقى عشان ما ننزل الماتش نبقى احنا متعايشين صح، ما يبقاش في تضرب بيننا وبينه ففي حاجات قوي، وبتبقى عشان كده الماتش اللي كده اللعيبه الكبيره لها دور مع اللعيب اللي جاي جديد، اللعيب اللي جاي جديد ممكن الجمهور ما بقاش موجود في الملعب، واحنا وكنا نتمنى الجمهور الاهلي يبقى موجود، بس برضه دي النقطه المختلفه اللي بين الجيل بتاعكم وجيل زمان وجيل حتى الالفيه الجديده مع الجيل اللي بيلعب دلوقتي، ان الجمهور للاسف مش موجود في مباراه، حظهم مش كويس والله يعني يعني احنا محظوظين الجيل اللي هو اللي موجود والجيل اللي بتركه لو موجود يبقى حظك كويس. طبعا تتكلم هقول احكي لك على موقف، احنا بنلعب انا كان في المنتخب بقعد مع طارق مصطفى، فمره من المرات بقول له يا طارق انتوا ليه احنا انت لو نزلت في مقصوره استاد القاهره لو نازل من المقصوره مش بالدرجه الثالثه، نادي الزمالك طول عمره على اليمين ونادي الاهلي على الشمال مع جمهور مظبوط، فلقيت في لعيبه من بعض اللعيبه من نادي الزمالك وما بروحش نص الملعب حتى في الاحماء، فلقيت طارق مصطفى كل شويه بيجي محمد صبري بيجي على ناحيه الاحماء بتاعنا وبيلف حوالين ملعبنا ويرجع تاني الملعب، فطارق مصطفى في المعسكر المنتخب بقول له يا طارق وانت بسالك سؤال بس غريب، هو انتوا ليه بتجوا احنا في الاحماء؟ قال لي ياسر انتوا جمهوركم بيخوف اي حد فعايز اقرب منه والله العظيم، قال لي عشان لا قال لي انا بروح هناك عشان اخد الصدمه بتاعتي قبل المباراه الاولانيه قال لي جمهوركم بيخض فانا رايح اخد الصدمه دي وارجع جمهور النادي الاهلي لا وكامل العدد كامل بقول لك يا عم والله انا احنا محظوظين انا لو ما في النادي الاهلي دون جمهور ما لا صعبه عشان فعلا لما بتيجي تقول جمهور النادي رقم واحد ده فعلا رقم واحد ورقم والاخير يعني الاول والاخير احنا في النص فحاجه عشاق التيشيرت الاحمر وعلم النادي الاهلي العالم النادي الاهلي حاجه عظيمه والله يعني احنا انا سعيد جدا ان انا منتمي للنادي الاهلي وسعيد جدا ان انا محظوظ مش انا اجيال كتير محظوظ عشان كده
الله يرحمه كابتن صالح سليم كان يقول لك انت احنا مش محتاجين بطولات، النادي الاهلي مش محتاج، انت اللي محتاج بطولات لنفسك. المقوله دي انا ما بنساهاش، قالها لنا بيقول لك النادي الاهلي مش محتاج بطولات، مش محتاج. النادي الاهلي عنده خزينه مليانه بطولات، لكن انت كلاعب داخل النادي الاهلي محتاج. انت اللي محتاج بطولات عشان لما اجي اقعد معاك في المكان ده تيجي تقول لي يا كابتن ياسر انت انجازاتك، اقول لك والله خدت كام بطوله عربيه، خدت دوري، خدت كاس، خدت افريقيا، خدت، غير لما اقعد معاك وانا ما خدتش بطولات. صعب قوي. طب بس الطقوسه كانت غريبه قوي يا كابتن ياسر، يعني الطقوس المعينه ليله مباراه القمه، ممكن في لعيبه تشرب شاي كتير، لعيبه قلقانه مش عايزه تنام، خايفه تنام. لا احنا كنا بنجن كابتن صوره البطل لازم ناخد، هو كان بيعدي على الغرف، غرف مين انت؟ مره كابتن صوره البطل مره انا ومشير احنا بنعمل سلطه، مش سلطه طماطم، لا سلطه فواكه، كاليميرا على صبيت على مش حاجه كده بتطلع من الفندق اللي كنا قاعدين فيه. فانا قبل الماتش بحب ايه، اول ما اروح الاوتيل بالليل اخدها معايا واثنين ثلاثه برتقان. فالمهم ده مش ماتش اهلي وزمالك، ده ماتشات عاديه. فبس دي من كده نروح الفندق اطلب الحاجه دي. ماتش من الماتشات انا ما كنتش كويس فيه، فهو مش عارف يقول لي بطل البرتقاله كانت صابت حريص جدا في حته الميزانيه. عملت تقريبا كان سوبل او هاريس خرجونا لا كان سوبل خارج من المباراه بين الشوطين، مش بين الشوطين، اخر ربع ساعه كده من الشوط الثاني، وانا شايف انا مش كويس. فانا خارج عايز اقول له انا مغير ليه، فايه كان سبب طلع جمل قال لي عارف انت لو قللت البرتقال تبقى كويس. لو قللت البرتقال لا لو قللت البرتقال هتبقى كويس. كسبنا المباراه. ففي حاجات بتبقى فيها مداعبات، بس احنا عارفين مسؤوليتنا على النادي الاهلي، مسؤوليه كبيره، انت بتشيل حمل قوي، حمل تقيل والله. وعشان كده لما لعيب النادي الاهلي يقول لك اتعاقدوا معاه بمبلغ هو يستحق، اكيد يستحق بكفايه الضغط العصبي اللي عنده والنفسي. اكيد اكيد. طيب دي كانت طقوس كابتن ياسر ريان مع مباريات القمه او مع المباريات بشكل عام. الجمهور برضو بيعيش بقى ازاي الاحداث قبل مباريات القمه، طقوس الجمهور قبل مباريات القمه. نخرج لهذا التقرير نشوف راي الجمهور ثم نعود الحديث مع الكابتن ياسر ريان. طقوسي بجمع انا واصحابي تمام في البلد عندنا، ونقعد يعني ونشوف هنعمل ايه، ونتكلم عن الخطه مثلا، يعني هيلاعب مين، هيوقف مين حارس، هيلاعب مين في الدفاع وكده والكلام ده كله تمام، ونشوف مين يعني مين اللي كان كلامه اكتر واحد فيه دقه، يعني كان اكتر ناس مثلا قالوا مثلا حط مثلا كذا في الدفاع وكذا وكذا، اكتر ناس اتحطت هو اللي بيكسب. بنرتب هننزل امتى، ناخد اجازه من الشغل كده، بنظبط الدنيا. والله انا قبل المباراه بقعد في البيت برضو كده، واكلم عمرو صاحبي زيزو ده اهلاوي برضو، ارن عليه اقول له يا عمرو ايه يلا عشان نسمع الماتش وكده، ناخد في معايا مكنه كده ايه فيسبا اخده ونروح نسمع ماتش في اي كافي كده، وبس بقى فيه تحفيل برضو، بنقابل بقى اصحابنا الزملكاويه وكده ونتقابل كلنا، بس ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. انا واصحابي رابطه كده بنجمع بعض، عاملين جروب على النت، بنجمع في قهوه معينه، بنقعد قبل الماتش، نخلص الماتش ونمشي عادي زي اي حد. اتفرج على الماتش في البيت مع والدي ومع اخواتي، لان انا اهلاوي جدا انا والبيت كله، وانا دعيه انا عنصري للاهلي، فطبعا بحب اتفرج في البيت، لان انا ما بحبش اروح على كافيه حد يتكلم من الجماعه الزملكاويه بيقول كلمه مش حلوه بتاع، فانا ممكن ارد، فبدل ما يبقى فيه تعصب وفي كده، فاحنا بنتفرج في البيت منعا للتعصب يعني. بس احنا في الاول وفي الاخر كلنا واحد يعني، اهلاوي زملكاوي كلنا واحد، كلنا مصر، اهلي زمالك كلنا مصر، كلنا بنكمل بعض بس. فبحب اتفرج في البيت يعني. انا طقوسي هنا قبلها بجمع صحابي، يا اما نتجمع هنا في البيت يا اما نتجمع في قهوه كلنا، وكلها اهلاويه طبعا، فبنتجمع نتفرج. احنا بنتجمع نقعد كلنا في قهوه كده، وبعد كده نقعد بقى نراهن، بس مش رهان فلوس وكده، بنراهن على اي حاجه يعني بس، وبنقول لاصحابنا الزملكاويه بقى مين اللي هيكسب مين اللي هيخسر كده يعني. بس كلنا بنتجمع نبقى في بيت واحد صاحبنا، بنجيب اكل وبنقعد ناكل ونتفرج على الماتش، وبعد كده بنلعب بي اس وكده. انا طبعا مباراه الاهلي والزمالك ما اتفرج عليها في الاستاد، بس مثلا المباراه دي عشان مش هتكون في الاستاد ما اتفرج مع اصحابي على القهوه يعني، بنتجمع مثلا قبليها بساعتين في قهوه مثلا في رمسيس، بنتفرج على المباراه. ها
اهلا بحضراتكم من جديد. وشفنا طقوس الجماهير بقى قبل مباراه القمه، اللي بيحب يتفرج في البيت ما بيتفرجش غير لوحده، اللي بيتجمع مع زمايله واصحابه، ممكن تلاقي الاهلاوي بيكلم الزملكاوي يقعدوا مع بعض يتفرجوا على الماتش. الروح الرياضيه، لان مباراه الاهلي والزمالك بتبقى مباراه قمه المسؤوليه، سواء بين المسؤولين او حتى الجماهير او كل اطراف المنظومه الرياضيه. لكن كابتن ياسر ريان ليه طقوس برضه مختلفه في متابعه مباراه القمه؟ هتابع الماتش الجاي ازاي؟ احنا متفقين ان احنا يعني لا للتعصب فعلا، واتفقنا مع بعض ان احنا نتجمع عند صديق لنا هنا موجود معانا هنا في اكتوبر، اسامه، مجموعه من الاهلي ان شاء الله يعني هيحضر اسماء كتير قوي، هيحضر الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد عامر، وانا ومحمد عماره وهشام حنف ومحمد فاروق، واعتقد لا وكابتن زكريا ناصف، في مجموعه كبيره جدا مع تامر عبد الحميد وعبد الحليم علي ووليد عبد اللطيف وجايين. بس احنا نتمنى ان شاء الله نغزهم برضه يعني بلاد التعصب، بس هنكسبهم ان شاء الله برضه. لا بس قعده جميله جدا كابتن ياسر ريان بيفاجئنا بجلسه كده جميله في مباراه. اه والله هو صديقنا ده اللي عاملها وعامل لنا التعصب وعامل جو كويس في مكان نتفرج على المباراه. والمجموعه اللي قلت لحضرتك عليها دي طبعا في يعني يا رب ما كنتش نسيت حد، بس فهنبقى كلنا متجمعين في المباراه ونتفرج، اللي يكسب نقول له مبروك، واللي يخسر او التعادل لينا نقول هارد لك. ده احلى خبر من وجهه نظري بصراحه. الجلسه اللي قالها الكابتن ياسر ريان، نجوم الاهلي ونجوم الزمالك هيقعدوا مع بعض يتفرجوا على مباراه القمه، لان هم في الاول والاخر ما بيقعدوا مع بعض في المنتخب الوطني او حتى سنين سابقه او حتى بعد ما بيعتزلوا بيبقوا زمايل مع بعض ودايما بيقعدوا. بس في نقطه هتحصل يا محمد. ايه؟ في حاجه هتحصل. اتفضل. اذا هم لا قدر الله احنا هيدفعوا الفاتوره بالشحن. الاتفاق اللي هيخسر. لا احنا بهرج، احنا نتمنى ان شاء الله المباراه فعلا زي ما انت اتكلمت وقلت. هي الروح الحلوه الفكره فين؟ والله احنا على فكره كل اللعيبه بتبقى اصدقاء. فاحنا وصابر الرحيل هيبقى موجود، لاعبنا بتاعنا لاعب النادي الاهلي، ففي مجموعه كبيره هتيجي تتفرج. احنا بنقول احنا بنوصل رساله برضو للناس اللي كره القدم فيها الغالب مكسب وخساره، وكمان مكسب وخساره، فبنتمنى ان شاء الله اللي يكسب نقول له مبروك، وده الحمد لله روح بتاع روح النادي الاهلي، واللي يخسر نقول له هارد لك يعني. ده انا من وجهه نظري بصراحه معلومه حلوه جدا، وان شاء الله باذن الله تكون جلسه كده جميله، والمباراه ان شاء الله تكون مباراه ممتعه. ونتمنى ان شاء الله قناه الاهلي تيجي لو هي في حاجه احنا حدث بالنسبه لهم حاجه كويسه ان شاء الله. اكيد باذن الله. طيب واحنا بنختم الفقره الحواريه المتعلقه بمباراه القمه يا كابتن ياسر، المباراه القادمه توقعاتك ليها، هل هتكون مباراه فيها اهداف غزيره ولا هتكون المباراه فنيا مقفوله ما فيهاش تفاصيل فنيه كتير؟ لا هو جيم مفتوح، انا اعتقد من الرؤيه بتاعتي والماتشات الاخيره للاهلي وللزمالك، لا الجيم هيبقى مفتوح وهتبقى على فكره نستمتع بماتش كويس جدا. هو كان ينقصه الجمهور، الجمهور لو كان موجود اعتقد كان الموضوع كمان هيختلف اكتر، لكن المباراه هيبقى جيم مفتوح. حتى لو انت المديرين الفنيين هنا او هنا كان عايز يلعب بتكتيك معاهم، طالما ماتش اهلي وزمالك الماتش بقى ماشي لوحده على فكره، ما تقدرش تسيطر عليه، وخاصه الماتش اهلي وزمالك بتبقى الجيم مفتوح، هجمه هنا وهجمه هنا، وهتلاقي هنا بيدافع، هتلاقي فيه حاجات او متغيرات. لكن انا اتوقع المباراه هتخلص بنتيجه، بس مش نتيجه كبيره، يعني ممكن 2-1 3-2، يعني النتيجه دي برده مش في ماتش اهلي وزمالك مش قليله، بس هيحصل هيجي اهداف لمين الله اعلم. بس نتمنى ان شاء الله باذن الله اللي يكون موفقين احنا كنادي اهلي، ويكون الحظ يبقى معانا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ياسر ريان انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله، كان فيها معلومات كثيره، ذكريات جميله جدا مباريات القمه. ان شاء الله كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه، وتشرفنا وتنورنا دايما يا رب كده، ونتكلم دايما عن ذكرياتك مع النادي الاهلي. ربنا يخليك يا محمد، وسعيد بوجودي معاك طبعا وبقناتنا قناه النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يوم السبت لعيبه النادي الاهلي تفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يا رب باذن الله. كانت فقرة مهمة جدا في التوقيت الحالي، العد التنازلي لمباراة القمة خلاص باقي من الزمن 72 ساعة لهذه المباراة مصيرية وهامة، لأنها ثلاث نقاط هتحسم بشكل كبير شكل المنافسة في الدوري العام في المقدمة، لكن لسه قدامنا مشوار طويل في الدوري العام، لسه المنافسة مستمرة حتى نهاية المسابقة، لكن إن شاء الله بإذن الله لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني الكل على قلب رجل واحد للفوز بهذه المباراة للانتصار للثلاث نقاط إن شاء الله، لأنها كمان هتفرق معاك معنويا وأنت بتكمل مشوارك الإفريقي. عموما ما تروحوش بعيد، لان بعد الفاصل باذن الله الكابتن خالد العوضي واحتفاليه خاصه بقى ببطلات ونجمات الكره الطائره، وعلى راس هذا الانجاز الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لانسات الكره الطائره اللي حققنا النجمه العاشره في البطوله الافريقيه للكره الطائره.